اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بحلقه جديده من الوقت ثرو لهولو نايت. معكم جيمي، يلا نبدا. الحلقه هاي بدنا نبلش بديب نست. هلا زي ما قلت لكم المره الماضيه، ديب نست منطقه طويل شوي، فممكن تاخذ معنا حلقتين. بالنسبه لديب نست في طريقين انك تقدر تفوتهم، تمام؟ الطريق الاول هم التنتين من الفانجل ويست، فيا اما من بعد، متذكرين هون البوس فايت اللي هو كان المانتس لوردز، وكان في بعديه باب، فيا اما بتفوت من هذا الباب ستريت، يا اما بتيجي من الفانجل ويست وبتنزل من هون دايركت. هلا انا كتير بفضل انك تنزل من الفانجل ويست، لسبب انه بمجرد ما تنزل راح تاخذ ماسك شارد اعتقد، فروح على كوينز ستيشن ومن هناك بنمشي. هلا ليش بدك تنزل من هون؟ مع طب ما هو الماسك شارد موجوده وبامكانك انت باي وقت تروحها، او سوري يعني كونه في مدخلين فبامكانك تفوت من المدخل الثاني وتاخذ الماسك شارد، بس فعليا هو الموضوع مش هيك. الماسك شارد هاي فعليا الطريق عندها مسكر، فالاكسس لإلها هو مكان واحد، المكان هذا من فوق، فلما تنزل فوق وتاخذ الماسك شارد الارض بتتكسر، وقتها بتقدر تفتح هاي الشورت. فعشان هيك الافضل انك تنزلها من فانجل ويست، وايفنتشوالي اصلا بمجرد ما تنزل انت حتوصل على نفس البوينت. تنزل من هون، تضلك نازل لتحت من عند محل مكان كرومفير، تعال لهون. على فوق كان لازم اعمل ابجريد لشو اسمه الويبون تاعي، بس ما عملت. اوكي نقدر نمشي في المنطقة بدونها. اوكي تعال لهون، طبعا لا تنسى معك ازمة ستير، فمعناته لو وقعت هون ما راح يصير اشي. والله بدي اتأكد اذا في اشي على اليمين. ما في اشي هون، تمام. من هون نروح على الشمال، او كل دمج من هاي اللي بريحك. طبعا كونه معاك الدبل جمب لا تنسى تروح تجيب البيل اور، راح اروح اجيبها انا بس اخلص هون. هلا هون سامعين في صوت قرب، هذا المكان في ام بي سي بيطلع هون، هذا الام بي سي بيطلع بس تخلص الجيم. طريقنا من تحت، بس هون زي ما حكيت في عندنا قرب، بساعد القرب. من هون دروب لتحت، تيجي هون تاخذ سبور شروم، هاي كمان ترينكت تشارم. هاي التشارم وظيفتها لما تهيل وانت بتعمل فوكسنج للسول، لما تهيل بيطلع حواليك غيمه. هاي الغيمه اللي بتعمله بصير الانمي اللي واقف فيها ياكل دمج، تمام؟ الانمي اللي واقف فيها بياكل دمج، الغيمه بتقعد يمكن 10 ثواني مثلا بعدين بتروح، تمام. هلا من هون بدك تروح ترجع لفوق، مش من هون لفوق تقول هاد. متذكرين كان في مكان مشينا منه وحكيت لكم هذا بده دبل جمب، فعليا هو بس مدخل بتفوته بتلاقي حطين لفوق، ومن هناك بدنا نروح احنا فعليا اللي هو من هون. لو تيجي على الشمال هذا المكان هون، هون صح، هون بعدين تكمل على الشمال. احنا هذا المكان اوريدي وصلناه قبل هيك لما كنا نقدر نتشعبط على الحيطان، هاي هي الحيطة. فهلا بدك دبل جمب، مع الدبل جمب بامكانك تطلع. اوكي طيب منيح انك وقعت، ما عندي مشكلة. المنطقة هون ما فيها حتى شو اسمه جيو كاش، فيها هون عندك هذا
شو اسمه الاشي هذا التمثال، وهون في رانسد ايج من هون بامكانك توقع بتلاقي الشرومة الاوجر. طريقنا بعد الوقعة اللي بعد شرومة الاوجر فعليا، بس تقتله اذا بدك ترجع تكمل اكسبلورينج هون يو كان. شو فعليا ما في اشي، شايفين احنا لو ضلينا من هناك احسن لنا. اوكي يعني بس لو بدك تكمل اكسبلورينج هاي المكان، في عندك جيو كاش هون، وهون على اليمين في عندك شورت كات. شورت كات هاي تعمل عليها سوبر داش. اوكي بترجعك من محل ما فتنا بالضبط. فهيك خلصنا هذا المكان تحت اسفارة زي نو ما في شيء، لو في شيء انا ما بدي اياه لانه شايفين كله قنابل وشرومز واوغرز ومش عارف ايش، فما بدي. هلا بتيجي على هذا المكان طلاب وقع بس بالعقل، خد الكاش. صراحة بدي هاي بس مش اكتر. انتبهوا من قنابل الاشي هذاك. ثانك يو. قم بالقفلتهم زي ما شايفين، اطلع لفوق اطلع لفوق. هذا المكان لو نزلت من الجهة الثانية، لو ما نزلت من هناك. اوكي انزل كمل بهذا الاتجاه. تمشي لهون تلاقي في تحتيك مشروم صغيرة ضربها هون، حتلاقي هاي ميتة، هاي ما إلها يعني حتى دريم نيل ما في عندها أفكار ولا هي عندها أفكار. فيل وورم صراحة ما بعرف شو قصته هذا الـ NPC، ولكنه NPC موجود. هون بترجع من محل منزلنا. الطريق طويلة يعني مش سهلة، يعني لو بدك تروح من المانتس فيليج دايركت ما يعني بعد وقت. هيك بنكون اخيرا وصلنا. شايفين اول ما تنزل تكون الماسك فراجمنت ماسك شارد عم استناك، هيك صار معنا كمان ماسك شارد كمان ماسك which is good. هيك ضايل لنا هذول 2 4 6 ضايل لنا كمان تنتين. شايفين هاي الارض بتتكسر وهاي الارض بتتكسر، فلو انت اجيت من تحت ما راح تقدر تطلع فوق. طريقك الثاني اللي هو من هون، هي ديب نت. شايفين طريقك الثاني من هون دايركت، انت بتيجي هي المانتس لورد هون كان البوس فايت، بس بتفوت من هون وانت بتصير المكان. تمام هلا رسميا بلشنا بديب نت. ديب نت مكان كثير مستفز، فاول شيء بدك تعمله نزلنا من هون. تمام اول شيء بدك تعمله بدك تدور على كورنفير. كورنفير موجود هون، اطلع لهون اطلع لفوق حتلاقيه متخبي. احكي معه واشتري الماب حقها 38. ليش حقها 38 كثير رخيصة؟ لأنه فعليا ما عملش الفلور ولا ولا اشي. هون في عندك ديو كاش، تمشي هون جمب جمب جمب، تعال لهون اطلع لفوق خد الجيو كاش هذا. هلا في طريق فوق وفي طريق هون، هاي فيها بس جيو كاش فعليا مش طريق. هون اي بليف هون بنرجع ننزل محل ما كنا. تمام هلا اطلع لفوق حتصير زي ما شايفين الطريق عتمه
وفي دود عم بمشي، في دودات رح تطلع من تحت الارض، فبدك تكون حذر. فالمهم من هون بدك تضلك تطلع وبدك تمشي باتجاه الشمال قدر الامكان. هون الانمي بيطلع من تحت الارض زي ما شايفين الدودات هدول. تيجي هون في عندك جيو كاش، هون في دودة تمشي بستناها تروح او تطلع بطولها. اوكي تعال لهون خد هاي، هون في كمان دودة. هلا هاي فوق الدودة هاي في عندك جيو كاش بامكانك تاخده اذا مش حاب تاخذ الريسك. هاي كان اندرستاند بس يعني سهل بامكانك تاخده مع الداش، تنزل تلحق الدودة بتيجي لهون. هاي قصدي هون حيطلع لك كمان حشرة. انا بعمل لك اكسبلورينج عشان تشوف المكان وتشوف وين بالضبط في اللوت او في الخير او في الاشي اللي انت بدك اياه تروح تاخده، اذروايز لا تتعذب. هلا من هون ارجع اطلع لفوق والله بدي اشوف هاي الحيط هون فيها اشي. اطلع هون يا حشرة، هون ما في اشي. لا على فوق هيك رجعنا محل ما كنا. كمل على الشمال عندك العنكبوت، هذا العنكبوت بطخ عليك. طبعا الارض هون بتنكسر عادي ولا كانه في اشي، هذا المكان احنا كنا فيه وممكن تنكسر الارض ويكون في سبايكس فانتبه. طلع لفوق في كمان عنكبوت على الحيط، كمل لفوق زي ما حكيت بدك تضلك تطلع لفوق وشمال، هاي الارض بتنكسر هون. يطلعوا لك الحشرات من تحت الارض، بطلتي تطلعي بلاش. اوكي بعدين فوت من هون. هلا هون في عندك طريق لتحت، لو بدك تنزل تحت بامكانك. اوكي اعتقد هون راح يكون في عندك شو اسمه في تراب راح يفكر في انك راح تصحى. هون على الشمال في عندك كمان طريق وفي طريق انك تطلع لفوق. هلا هذا الطريق فعليا مسكر تمام، وهذا الطريق فوقنا بالضبط راح يكون في كرسي، هذا بيفتح بس من هون او من هون. كيف بتفتحه؟ لازم تمشي على الارض عشان تتكسر. فمن هون خلينا نطلع لفوق، انتبهوا من الشغلات هاي اللي بتطلع، وعلى فكره ممكن تتشعبط لك. اوكي نطلع لفوق ولك موت. اوكي دائما انتبه شوف وين الطريق اللي لازم تمشي. لو تيجي تنزل هون هون بنرجع محل ما كنا، ما كان في داعي ننزل. اطلع هون وكمل لفوق. فوق اطلع هون واطلع فوق تمام. اطلع فوق يعني اعتقد انتوا هلا فهمتوا ليش انا بكره هالمكان واضح. دولاب تمام. طبعا في بعض الانميز بس تقتلهم بيرجعوا بيعيشوا، فانتبه هدول راح نشوفهم كمان شوي مش هلا فعليا بس عم بحذركم. طبعا هذا اذا هرب ونزل تحت الارض لا يتضمن انك قتلته، هذا يتضمن انه راح يرجع يصحى ويضربك ويلحقك ات سام بوينت وبنط كمان فوق هيك بنط. اوكي كمل لفوق كمل داش هون تحت. هاي ما بتنكسر صح؟ ما بتنكسر.
في هون عندك جيو كاش، ارجع انزل لتحت، اطلع لفوق واطلع لفوق. احنا فتنا من هون على الشمال تحت، يعني اكيد ضعته، وانا اللي عارف المكان برضو ضعت. اوكي هيل هيل هيل، امشي من هون، فوت على الشمال. هيك احنا عملنا لوب. اوكي احنا فتنا من، سافتح الماب، احنا فتنا من هون ولفينا وجينا هون. اوكي ففعليا في منطقة هون مزدان، وبتعمل هاي الحركة عشان هذا الزلمة ولك موت، عشان تفتح هاي الشورت كت. اوكي من هون اطلع لفوق، افتح هاي الشورت كت، خذ الجيو، طالع فوق. هيك بنكون رجعنا عند الفنجل ويست. اوكي هون بتروح الفنجل ويست دايركت، شايفين هذا المكان هون. لو تعمل انسبكت حيحكي لك انه هاي حشره، شو اسمه، في عليها كوربشن. هذا الباب فعليا بيفتح من الجهه الثانيه. اوكي هاي سوري، هاي مش فنجل ويست، هاي منطقة كوينز باث. اوكي وبيفتح من الجهة الثانية مش من هون. ف فور فيوتشر كوينز باث يعني تقريبا هي اخر منطقة ممكن نوصلها. هلا من هون لو تكمل ستريت الارض حتنكسر، وبس تنكسر بتروح على ال شو اسمه الريستنج جراوند. اوكي فلا تروح هناك او بتنزل تحت على، شايفين هاي الطريق، رجعنا من محل ما بلشنا، هون فوقنا كانت في جروب. من هون سوري ما بتروح على الريستنج جراوند، من هون بتروح دايركت على ال ديب نست، بس حتنزل بنص المكان. فاذا انت مش مخلص اكسبلورينج لا تروح هناك، لانه حتوصل على مكان مش حتعرف كيف تطلع منه. اوكي هيلنا اوكي تمام. هيك احنا خلصنا اكسبلورينج فوق، هسه بدنا نرجع ننزل بنزول. اوكي لفوق لفوق. هيك احنا حنرجع، لا بدنا نكمل نزول لتحت، فمن هون نروح على اليمين بعدين ننزل لتحت. شايفين يعني هذا دفن حاله تحت الارض ورجع صحيح. بالحقوق بالحقوق والله، لو رحت على الغور بالحقوق. اوكي هيل تعال هون تعال هون وانزل تحت، والكو بدنا نشوف الماب. تمام على المنطقة اللي فوق خلصنا اكسبلورينج، طبعا بدنا البنش عشان نقدر نعمل ابديت للماب. انزل هون انزل هون 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 هون. جينا هون على اليمين، قلت لكم هاي الطريق مسكر، خلصنا فوق، هلا بدنا ننزل لتحت. صح انا عم بحكي صح، لانه تحت كونه مش مرسومه. اوكي على اليمين ما في اشي، فبتروح تنزل على الشمال. تمام بتكمل
زي ما شايفين الارض بتتكسر، فانتبهوا. هذا الطريق اللي بدنا نروحه، في عند الدودي هاي، فانزل هون. هاي هون ما في شيء، مظبوط. وهون ما في شيء، تمام 100%. هلا تروح تطلع من عند الدودة هاي، بس مجرد طريق موجود عشان يضيعك. اطلع من هون، الحق الدودة، انزل هون، كمل هون. انزل انزل انزل. هاي والله واقع لاخر اشي، تنزل على الهوت سبرينج، وهون في عندك اول بنش. شوف الوقت، يعني ممكن يكون معنا كمان شوي. هلا من هون طلع الماب، البنش اللي فوق احنا فوتنا مكانه، بس زي ما حكيت لكم كان مسكر، فعشان تفوتوا شايفين في دخلة على الجهة الشمال بدنا نروحها. قبل ما تروح هناك بدك تمشي المنطقة على الشمال كلها. من هون ممكن نروح على اليمين، معنا شوية وقت. احنا هون فعليا طريقنا كلياته على الشمال. هون على اليمين هتلاقي ترام، جاي لو تمشي هيك هون تحت زلع مهلك، زلع مهلك. فقد هاي المكان فيه، اعتقد فيه ارض ما تنكسر او فيها هيدن وول، او مش متاكد. اوكي، هذا المكان لازمك شادو داش اللي بناخذها من الابس عشان تقدر تفوت هون، تمام. هلا ما بتقدر، فهذا المكان خلوه في بالكم. واعتقد هون في هيدن وول سموير، فيها هيدن وول، بس لما نرجع هون بوعدكم اشيك وين الهيدن وول. اوكي، فهذا اول مكان على اليمين، ارجع اطلع لفوق. هلا بدك تطلع لفوق كمان، اطلع فوق من الجهه الثانيه اقرب. اوكي، هون عندك جيو كاش، اطلع لفوق، اطلع لفوق على اليمين وانزل هون، وانزل هون، روح على اليمين هون. هاي الترام، اوكي الترام مسكر، وحكيت لكم الترام تبع الانشنت بيسن بوصلك على ديف نس، وهذا هو المكان. اوكي، فهيك عندك صار طريق يمين وطريق تحت. هلا بضل لك طريق لفوق، الطريق اللي فوق اعتقد انه فوق على الشمال، فمن عند الجولات هاي بدك تروح على الشمال. هون اطلع، هون اطلع فوق واطلع لفوق. اوكي، هلا هذا المكان عبارة عن مكان مستفز، لانه بدك تضلك تعمل دبل جمب، بدك تعمل داش، بدك تعمل فوقه على هدول الحشرة. اوكي، او بدك توقع هون زي ما صار معي. هلا هذا المكان بدك تضلك ماشي لاخره، بعدين بدك تطلع لفوق بالاخير تاخذ ايتم. فاول شيء بتعمله جمب داش، بعدين دبل جمب، بعدين بدك تستنى الدودة توصل تقطع عشان تعمل عليها فوقه. تعال هون، هون حطلع لك دودة. اوكي تمام، هلا هون بدك تعمل دروب، استنى الدودة تروح، تعمل دروب فوقه داش ودبل جمب، دروب فوقه
100%. استناها تمشي نفس الاشي نفس الاشي 100%. هيك خلصت البارت الاول. هون كسر هاي الحيط لو محتاج سول. في عندك هذا التمثال ممتاز. هلا هذا المكان صعب شوي لسبب انك بدك تعمل بوغو على راس الدوده وهي طالعه، فانت بدك تطلع لفوق. اوكي بوغو بوغو جمب بوغو بوغو جمب بوغو بوغو جمب بوغو بوغو جمب بوغو. وصلت تبا وصلت. ليش البرادة؟ نفس الاشي ضربة ضربة جمب ضربة ضربة جمب ضربة ضربة جمب ضربة ضربة جمب وداش. هيك خلصنا المكان. تيجي هون تاخد فيسل فراجمنت كمان واحدة. بعدين تمشي هون للآخر. الأرض حتنكسر وحترجع من محل ما فتنا بالضبط. هون بالضبط. ومن هون بإمكاننا نروح على البنش. والحلقة الجاي بنكمل باقي المنطقة. تعالون هون بنرجع على البنش وعلى الهوت سبرينج. وهيك خلصنا بارت 1 من ديب نيست. إن شاء الله الحلقة الجاية راح نكملها. ديب نيست حكيت لكم المنطقة طويلة. هلا شايفين وين القناع الماسك هذا موجود على شمال الشاشة؟ هاي فعليا كلياتها ديب نيست. فهذا الحكي كله إن شاء الله راح نعمله الحلقة الجاي. وي ويل ميك أور واي أب لحد ما نوصل هون. تمام؟ يعني راح نمشي هيك هيك ضلك ماشي. يجي هون في عندك كم شغلة تعملها، هون في كم شغلة تعملها، طلع لفوق وهكذا. فهذا الحكي ان شاء الله الحلقة الجاي. لحد هون كان معكم جيمي. لو عجبتكم الحلقة لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها ووك ثرو اكتبوا لي في الكومنت. نشوفكم في الحلقة اللي جاية. سلام.